نرحب بكم كلكم النهارده في عيد ميلاد الباشمهندس يحيى، وبنقول له كل سنه وانت طيب. وقبل الموضوع ده بنشكر الباشمهندسه نبيله والباشمهندس عماد والحاج محمد والساده الحضور كلهم عشان ما انساش حد. وكل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. كل سنه وانت طيب. هو جاء جالنا هنا ونورنا، هو طول عمره موجود اصلا، وحد جميل ومحترم، وربنا يوفقه يا رب في حياته اللي جايه. الحياه اللي جايه احلى كتير ان شاء الله تعالى، وربنا يوفقك يا رب، وقبلنا زيك نطلع على خير ان شاء الله تعالى، وربنا يوفقك في كل اللي جاي باذن الله تعالى. كل سنه وانتم طيبين، ودايما يا رب متجمعين كده في مناسبات حلوه. واحب اقول اخويا المهندس يحيى، يعني هو عشره عمر وتاريخ وكفاح وخناق، لكن حد انا افخر ان انا اعرفه، وهو يعني حد اذا بتفضلت اسرتنا المهندس نبيله، حد جميل ومحترم، وربنا يا رب يوفقه في اللي جاي، وان شاء الله كده يعني تبقى حياه جميله كده، تستمتع بحياتك اللي راحت كده مننا كلنا تقريبا، وما اكتشفناش انها راحت الا متاخر يعني. فان شاء الله حياه جديده جميله سعيده موفقه ان شاء الله في حالك. الف مبروك ان شاء الله. الحاج محمد الفقي ماله كلمه؟ طب انا عايز اتكلم. الحاج محمد بيحب يتكلم اخر واحد، ما هو عشان يصطاد مننا ويرد. لا لا والله هو مش من بس مره ما كلمتش، انا جاي فاشل يعني، ما اعرفش ان في حفله جميله لشخص جميل هيبتدي حياه جميله اجدع من اللي كان عايشها 100 مره وهو مصر، وشاله مجرد، انا المجرد. احلى ايام حياتي بعد ما طلعت من عيشه، مقضيها بمزاج ومقضيها بحلاوه، ومحدش بيأثر عليا، وبعمل اللي انا عايزه. واخد بالك؟ عندك بالك؟ اهم حاجه والنفور صايبه، بس المهم يطلع معاش ما يقعدش في البيت ولا القهوه ويعجز اكتر. لا ده هو يبتدي مرحله شباب، يمشي ويتحرك حتى لو ما فيش شغل تاني. ممكن يتجوز؟ ويتجوز واحده من الثلاثه. الحقيقه انا يوميا، رغم ان انا طالع معاش من زمان جدا، يوميا بصحى الساعه 6، انا اتعودت على كده، ولازم امشي بتاع ساعه ونص او ساعه على الاقل يوميا. نفسي طويل الحمد لله. وصاحب اتنفس شويه وباجي الحقيقه هنا اتعكنن بصفه رئيس الاتحاد. اعمل حواجب يعني في عيد ميلاد الراجل. لكن نقدر نقول اتعودت يا حاج محمد. واتعودت على الحياه دي، انما الحقيقه انا بعتبر نفسي من الحقيقه. اكيد طبعا. لان الاتحاد كان سبب انشاء هذه الحياه سنه 83 حقيقه مع رئيس السادات. وطول عمرنا من اكبر واحد في الهيئه اصدقاء وحبايب بينا. فبقول لك يا باشمهندس ربنا يديك الصحه، والف مبروك ان انت طالع على رجليك حلو، وربنا يتمم لك الصحه والعافيه. ودي سنه الحياه اللي احنا بنعيشها كلنا، والف مبروك ان انت الحب ده اللي هو بتشارك. شاكر جزيلا. نتمنى لكم التوفيق في العمل والتقدم والازدهار للهيئه العامه لتنميه الثروه الصناعيه.
يعني عاوز اقول بس كلمه بسيطه. احنا باشمهندس يحيى زكريا الحقيقه كان بيعملنا كاب اكتر ما هو كان بيعملنا كمدير. والحقيقه في شباب كتير جدا اتعلموا منه في الموقع هنا يعني. وانا بصفتي الشخصيه بصراحه اتعلمت منه كتير. ويسمح لي باشمهندس اقدم لك هديه كمان كتاب ربنا. احنا سبناك في الهيئة ولكن حضرتك ست راحت بالك طبعا. بينا وجيراننا